جريت هنا وهنا، لفيت شرق وغرب، ونطيت من فوق لتحت، في الاخر جيت لي برجليك لقضاك. محدش بيهرب من القضاء، ويا عالم مين اللي جايب التاني القضاء يا زهير يا ملاح؟ لسه متشعلق في اسم زهير. القصة من اول للاخر بين فضل وزهير. اوعى تكون متعلق بالورقة اللي مع نعمة. نعمة؟ الورقة دي مش هتلحق تعمل بيها حاجة، لأنك كنت هربان مني، هربت كتير، لكن الليلة دي جيت لآخرك. الليلة دي مش آخر، الليلة دي هتبقى بداية لحساب طويل بقاله أكتر من 25 سنة مفتوح، مش بس على حساب دمي اللي حاولت تهدره مرتين بجبنك وخبسك، فحطيت ايدك في ايد الموت ومشيت في طريق الموت وهدرت دم ناس كتير ملهاش اي ذنب، من اول دم عبد الماحي وفؤاد ومراته لحد دم شوقي السباعي. اذا هتعملي فيها ملاك وتجيبها في الدم، في دم الناس دي كلها في رقبتك انت، انت اللي جريتهم في رجليك واستخبيت وراهم عشان تهرب مني. انا عمري ما هربت منك، انا طول عمري بدور عليك، من اول ما هربت من السجن وانا بدور عليك في كل حته، بدور عليك في وشوش الناس القريب والغريب، بنكت عليك طوب الارض، بخبط على كل البيوت، غرضي ان وشي يبقى في وشك واعرف منك ليه خنتني قبل ما اقبض روحك. الخيانه دي ضربه فيك، ضربه في عقلك وقلبك وجتتك كلها، علشان اعتديت على حرمه صاحبك. حرمه الصاحب انت اللي نهشتها يوم ما طمعت ورفعت سلاحك عليا. حرمه الصاحب لما حد يعتدي عليها الموت ارحمني. ولا كنت تفكر ان حكايتك الوسخه مع الكلبه اللي كنت متجوزها هتستخبى للاخر؟ انت دماغك هبت منك ولا العرق الوساخ اللي جواك مخليك تهلفط باي كلام؟ طول عمرها مراتك عايزه ست صايمه شرفها، وانا عمري ما بصيت لعرض الغريب عشان ابص لعرض صاحبي. الكلام ده كان ممكن اصدقه لو سمعته من واحده اي كلام، لكن انا سمعته من واحده كانت عايشه تحت سقف بيتك. راضيه مراتي هي اللي قالت لك اني خنتك؟ راضيه مين؟ راضيه دي كانت ست طيبه وانت كنت مغميها. اللي قالت له اختها اللي شافت وعرفت قذارتك ووساختك ودارت عني وعنها. نعمت اخت راضية مراتي؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي كان لازم تسمعه قبل ما قلتلك واقبض روحي، مش عشان اريحك او افهمك، لا. 25 سنة وانا كان في قلبي غصة، لان كان لازم اقولك قبل ما قلتلك هيئت وسختك وخيانتك ونزلتك، علشان لما تطلب مني ارحمك ارحمك. قفل سلاحك يا جنبيت، الموضوع انتهى خلاص. انت بقى تنقذ ابنك وتخون يا خاين. بس تعرف الحكايه ممكن تبقى احلى كتير من غير رصاصه في دماغك.